يعني انت مش زعلان ان احنا هنمشي من هنا؟ لا، حضرتك تشوف يا بابا، اهم حاجه انت تكون كويس. وده من ايه ده؟ بتكلم بجد على فكره. وانا كمان بتكلم بجد، مش تبقى زعلان عشان لينا يعني؟ لا، عشان ليكوا يا بابا. خفه الدم دي طلع لك. عارف، انا عمري ما استفدت ان انا وهي كنا جيران، دايما كنا بنتقابل بعيد عشان ما حدش يشوفنا. بتحبها يا مراد؟ عمري ما حبيت حد قدها، بس هي قصه زي روايه شكسبير، ابوها هيكون السبب في موت امي. رغم ان انت عارف ان هو ملوش اي ذنب في ده، كل التحقيقات اثبتت ان مفيش اي حاجه هو كان في ايده يعملها، حتى الدكاتره كلهم اكدوا ان حالتها كانت خطر. بس مين يسمع؟ طيب انت ازاي قدرتي تتجاوز الموضوع ده؟ عشان ليني ملهاش ذنب في اي حاجه، حتى لو ابوها قصد هي ملهاش ذنب في ده، ما بالك بقى ان هو اصلا ملوش دعوه. هي مظلومه بابا، وانا كمان مظلوم. طب وانا؟ ده اللي انت عايزه انا هعمله لك. عايز نبعد هبعد. بس هتقدر تنساها؟ بعد بيه قوي. تفتكر؟ بيقولوا. طب انت مش حاسس انك تبقى ندل لما تعمل كده؟ انا مش ندل. تقدر تقول ان انا بس بقيت بشوف الامور بطريقه مختلفه شويه. ازاي بحبها وعايز اتجوزها ودخلها على بيت مفيش حد فيها بيحب كده، اكون بظلمها. في نفس الوقت لو قررت ان انا اخدها ونسافر ونفتح بيت بره مع بعض، اكون بخسركم انتوا، خسارة هي كمان عيلتها. ايه يا ابني الكلام الكبير ده؟ الفكرة انا اتعلمت الكلام ده من حضرتك، بمعنى اصح يعني لما اتجوزت. وقعت حياته اللي بجد بتتقاس بعيلته وبيته وازويته والناس اللي حواليه. انا ما كنتش شايف ده ولا قادر احسه، بس حسيت ده لما حضرتك اتجوزت طنطنة دي. انا احب لينا ان هي تعيش وسط بيت وناس يحبوها وتحبوها. طب انا عايزك تبعد عنها. قوم افتح الباب. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا دكتور، منورنا. نورك يا باشمهندس. اتفضل اتفضل. اطلع انت فوق. هو في ايه؟ اطلع. صباح الخير. صباح الخير جميلة. هابي فالنتاين. الله، حلو قوي. شكرا قوي حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. اهلا اهلا. امسكي. قلت ما يصحش اخش عليك بايدي فاضيه كده بعد ما جبت الجميله ورد. لا كتر خيرك والله. لا لا لا، استنى استنى، انا مش جاي لوحدي، في ضيفه معايا. من كتر ما سمعت عنك قالت ان هي لازم تشوفك. طيب وسايبها بره ليه؟ قولها تتفضل. اتفضلي يا عمته. اهلا وسهلا. هو انت لما كملي حكايتك عرفت انه انت، بس كان لازم اجي اتاكد بنفسي.